في إطار مسعاه لإقناع المجتمع الدولي أن قبضته لا تزال تحكم سوريا، أعلن النظام عن تعيين محمد زعال العلي محافظا جديدا للحسكة بموجب المرسوم 119 وفق ما نقلته وكالة أنباء النظام سانا. ولا يشعر الأهالي في الحسكة بأن تغييرا حصل أو سيحصل في محافظتهم، رغم أن المحافظ الجديد هو واحد منهم، فالمهندس محمد زعال العلي كان عضوا في برلمان النظام ومدير مديرية الصرف الصحي في المحافظة إلى غاية تعيينه خلفا لخضر العلي الحسين. من المواطنين من اعتبر أن خطوة النظام تهدف لخطب ودهم باختيار واحد منهم لتسيير أمورهم، معتبرين أن المحاولة فاشلة والقرار لا يمت بصلة لواقعهم، كما أن حركة المحافظين دون جدوى، حيث جاء القرار في وقت باتت الكثير من مناطق الحسكة تحت سيطرة الثوار، ما جعل المتابعين يعتبرون قرار النظام بتعيين محافظ جديد محاولة جديدة لإعطاء الانطباع بأنه لا يزال يسيطر على الأرض وأنه صاحب القرارات في سوريا وأنه لا يزال يسير شؤون المواطنين. الله أكبر. أمر تفنده المعطيات على الأرض، فالمحافظة بات جزء كبير من أراضيها تحت سيطرة الثوار بعد تحقيقهم انتصارات كثيرة في مناطق عدة أعلنوها محررة، على غرار مدينة الرميلان التي سيطر عليها مقاتلو قوات الحماية الشعبية الكردية بشكل شبه كامل. كما سيطر الثوار على مناطق أخرى كالشداد واليعلوبية التي باتت تحت سيطرة الجيش الحر وجبهة النصرة، ويقول الثوار إنهم يسيطرون على أكثر من نصف مساحة المحافظة. أما في رأس العين فلم يعد هناك وجود للنظام على الإطلاق، فيما بات من الصعب على قوات النظام الاقتراب من الحدود التركية عبر الحسكة بعد سقوط المعابر الحدودية هناك في يد الثوار. أنا الأسير لدى الجيش الحر المقدم حسان عيسى مدير ناحية تل براك في محافظة الحسكة. ويسير الثوار إلى كسب المزيد من الأراضي في الحسكة كل يوم، خاصة في ظل تزايد حالات الانشقاق اليومية. وكانت الحسكة التحقت بالثورة منذ بداياتها من خلال خروج أهاليها في مظاهرات عدة في مناطق كثيرة على رأسها القمشلي وعمودة والدرباسية، مظاهرات لا تزال مستمرة إلى الآن، يقول المشاركون فيها إنهم لن يستسلموا إلى أن يسقط النظام.